جه ميعادنا مع فقره المطبخ، ومعانا ميرنا محرز. بس اسمحوا لي ارحب بيكي الاول. اهلا بيكي يا ميرنا، وارحب بدومينيك منورانا في المطبخ، ملكه جمال لبنان، والاستاذه اميره بهي الدين. ازيك يا منى؟ جعانه عشان كده قاعده معاكم، عشان اكل في الاخر الطبخه الحلوه. ميرنا هتعملي لنا ايه النهارده؟ اول اكله، اول اكله هتبقى فراخ بالتمر الهندي والخضار. طب نقول المقادير الاول من الورقه. اوكي، عشان هتنزل معانا على الشاشه اهي دلوقتي. انتي صغيره قوي يا ميرنا. هو احنا يلا قولي بقى معانا ايه. هنبتدي الاول بفرخه متقطعه 4 قطع، فلفل احمر، فلفل اخضر، فلفل اصفر، نص كوبايه زيت زيتون، كوبايه تمر هندي، ونص كوبايه عصير ليمون، ومعانا بصل متقطع شرايح، وبطاطس، وجزر. دي بالنسبه للخضار. بالنسبه للتوابل معانا بابريكا وفلفل وملح وفلفل اسود وثوم وبودره بصل. تمام. وكزبره. نبتدي بقى يا مرنا. اوكي، هو اول حاجه احنا حاجه جميله مختلفه. اول حاجه بنعملها ان احنا بنمكس كل بتمكسي كل التوابل، التوابل مع بعض، بتخلطي يعني بالميكس. العربي بالانجلش ده. انت صغنونه، مين علمك المطبخ؟ هو بابي علم مامي، والاثنين علموني مع بعض. لا لا، امسك دي جديده. ايه رايك يا اميره؟ ايه شيف؟ بابي علم مامي ومامي علمتني. هو شيف؟ نو نو هيز نوت. هو بس هو بيحب يحب الغنية. هو علمها بقى بدل ما يقلب عليها يعني احسن. طب في النهاية مين اللي بيطبخ احلى، بابي ولا ماما؟ هي بقت هي. بتحطي كل التوابل. دومينيك انت ليكي في المطبخ؟ لا انا ماليش في المطبخ، عايزة اتعلم دلوقتي. يا ليه في الاكل؟ انا بحب الاكل. لا مش كده، بس انا بتعب من ريحه الاكل، ريحه القلي والاكل بتعب. انت هتبتدي تتبلي بالتوابل اللي عملتيها دي يا ميرنا؟ بالظبط، بحط الفراخ في التوابل. مفيش شويه شطه عشان طنطك اميره بتحب الشطه. حطيت الرزي. انا لو اعملها مع الفلفل الالوان الثلاث الوان، اقوم مقطعه قرن فلفل حامي معاهم، فتبقى كده ظبطت على كل المقادير زي ما هي. فاكرين المنشن اللي زعناه في اول الحلقه بتاع الراجل الامريكاني اللطيف اللي بيقول لمراته، بيكتب لمراته كل يوم جواب بيقولها بحبك بقاله 40 سنه؟ اصدقائنا على الصفحه جالنا منهم تعليقات. رانيا ناجي بتقول بس هو يضحك لي لما هزر معاه، ربنا يصبرنا. يعني مش عايزه منه جوابات حب كل يوم، يعني نفسها بس يضحك لها لما تهزر معاه. شيماء بتقول العالم دينا عايزه قصده تشلنا. قصده تشلنا، مش هيعملوا كده يعني. لو قصده تشلنا مش هيعملوا فينا كده. انت حطيتي كل الخضار في البايركس والبصل كمان. خلاص. محمد حسين بيقول والله الراجل ده مش موجود الايام دي دلوقتي الايام دي ودلوقتي ان قال لها صباح الخير تبوس ايديها وش وظهر. يا سلام يا سلام. طبعا احنا بنفكر في المنشن ده على الصوره اللي هو بيبعت لمراته كل يوم. كل يوم جواب بقى له 40 سنه بيقول لها بحبك. ده مش الرجل الشرقي طبعا، هو رجل الشرقي مش رومانسي قوي. وانت جوزك شرقي ولا مش شرقي؟ لا انا شرقي، شرقي وغربي ميكس. ميكس زي المطبخ. بيقول كلام حلو يا دومينيك. متولد في الشرق هو اصله ايراني، فالايرانيين كلامهم عسل طول الوقت، انا بزهق منه من كتر ما بيتكلم كلام رومانسي. ما شاء ما تقوليش كده بقى، لا تتحسي. ممكن اللي بيتكلم كتير بتقول لك بزهق منه، مالناش دعوه. اللي بيتكلم كتير ممكن ما بيقصدش تنتبهي، يعني مش على كتر الكلام بتقيسيه. انت دلوقتي حطيتي الخضار؟ دلوقتي حطيت الخضار وعليه الفراخ من فوق. الريحه روعه يا ميرنا. وعليه الفراخ من فوق، وبعدين حطيتي التوابل. التوابل على التمر الهندي، وبننزل الباقي كله في الصينيه. بتصبيه على الخضار والفراخ تحاول نبعد بس عن الفراخ عشان التوابل عليها، وبعد كده بنغطيها بفويل نحطها في فرن. تقعد قد ايه في الفرن؟ لا استني افهم النقطه دي. يعني انت التمر هندي ابو توابل بتنزليه على الخضار اساسا، مش على الفراخ، لان الفراخ ما يطفش التوابل اللي عليها. تمام. وبعد كده بنغطيها فويل، تحط في الفرن في النص. تقعد قد ايه في الفرن؟ ساعه. ساعه في الفرن. ادي شكلها لما بتخلص. يلا غطيها عشان نشوف. قرينا بقى مقادير الحلو. احنا عندنا بسكوت بالشوفان، وقرينا بقى مقاديره. اتفضلي يا دومينيك. شكلك جعانه يا دومينيك صح؟ الالوان بكل حاجه. طيب جيب لكم بقى بسكوت الشوفان اطباق شهيده. انا حاسه بقى قرينا بس الحلو يعني ميرنا عشان الوقت بتاعك. ايوه. الحلو عباره عن كوبايه سكر، نص كوبايه زبده، معلقه عسل، معلقه طحينه، وبيضه، وكوبايتين شوفان، واربع كوبايات دقيق. وهو سهل جدا. فكره الشوفان انه لو حد بيعمل دايت ممكن ياخد واحده او اتنين الصبح مع اي درينك، هوت درينك يعني. ممكن نقرا من الكارت كده. كملي بس المقادير يا ميرنا. طيب يبقى احنا قلنا شوفان وسكر. شوفان وادي من هنا.
كوب شوفان، 3 كوب دقيق، معلقه بيكنج باودر، معلقه فانيلا، ومعلقه عسل اسود، ومعلقه طحينه. كل المكونات بتحط مع بعضها، ما لهاش ترتيب، بس هو فكره الموضوع في الاول ان احنا بنبتدي بالزبده. طب يلا نبداها على طول عملي بقى. بسكوت شوفان انت عايزه حاجه؟ عايزه حاجه ايه؟ بوله. ايوه تعجن فيها البسكوت. ايوه موجوده عندي، تخلط فيها المقادير. عايزه اقول لك انا بتعمل تحفه. تحفه دقتي البطاطس؟ تتبيله البطاطس. تحفه. طب برافو. ايوه اي واحد اول واحده حياتك ودقت اهي. ميرسي. برافو عليك. ده علميني البيض. حاضر. ده الزبده. ابتدي بالزبده، بعدين كوبايه السكر. اوكي عايزه تقلب منى. انت دارسه ايه يا ميرنا؟ اهو في مضرب، اهو في مضرب. ها اوكي. انا خريجه سياسه اقتصاد في فرنسي. ما شاء الله خريجه. ده شكلك ثانويه عامه. وهبتدي ماسترز خلاص. ما شاء الله كمان. ربنا معاك. قبل ما تخلصي ماسترز والدكتوراه ان شاء الله. ان شاء الله. بعد كده بنحط البيضه. لازم الطبخ يتاخد كورسات بالجامعات. البنات دلوقتي مش مستنيه الانترنت. الرجاله كمان الانترنت مش مخلي. حطيتي ايه بقى يا ميرنا؟ الفانيلا. الفانيلا وبعد كده رشه ملح وزبده. يعني هي حطت الزبده والسكر وبعدين ضربتهم وحطت عليهم البيض وبعدين الفانيلا. زي ما بنعمل في اي كيك يعني عادي. ونص معلقه بيكنج باودر، بس اهم حاجه البيكنج باودر قليل جدا عشان ما تنفش. بالظبط. وعشان ينشف. بعد كده معلقه قرفه كبيره. حلوه القرفه دي. اول مره. وشاطره وسريعه ميرنا قوي ما شاء الله. انت من اصل سوري ولا مصري؟ لا مصريه. مصريه خالص. يس. خالص خالص خالص. ده ايه بقى؟ ما هي الشطاره مصر هي يا ستي. ده عسل. معلش عسل. شاطره جدا. الشطاره مصر يا ستي. ما هو كده المصريات شاطرين. ولبنان يعني انا مش صالح. انا بتكلم على المصريات. المصريات شاطرين. مش عارفين اي حاجه في الطبخ. بعد كده انتوا بتفهموا في الذوق في الاكل يعني. تعرفوا انا فاهمه في فيسبوك واتساب. كلميني في انستغرام كده يعني. بس هناكل واتساب يا ستي؟ معقوله؟ الاكل الالكتروني برضه. كل يوم دليفري. عمري ما بطبخ البيت. كل يوم اكل جاهز كده. هو بتتخنيش دمك ازاي؟ انت حطيتي ايه دلوقتي؟ حطيتي العسل. ما شاء الله ما شاء الله. بعد كده عين جمل وبندق مطحونين. اوكي. وعليهم الشوفان. وبعدين حطيتي الشوفان. يلا عشان الوقت. اوكي. وبعدين هنحط طيب. الدقيق بقى. يعني الشوفان ودقيق مش كلها شوفان. بعدين الدقيق بنحطه لحد يعني بنفضل نحطه ونقلب فيه لحد ما يبتدي ياخد شكل زي الصلصال ان هو يتشكل. لغايه ما ياخد قوام. تمام. قوام. بعد ما تشكليه في يعني بعد ما تخلص العجينه بنحط بس يريح شويه 10 دقايق. يس. بنحط زيت ذره. طب ورينا كده. بنريح خالص. طب انت بعد ما بتخلصي العجن ده بتحطيه في بتشكليه في ال هو عامله اشكال. مش كاتبه لنا سي بي سي ليه النهارده يا ميرنا؟ اتفضلي دوقي. حلو. طيب عامله لي قلب. اميره دوقي دوقي. لا هدوق كمان. هدوق بعد الهوا. ام فورمونا كمان. اوكي. حلو ده. فكده انت وبعدين بتحطيه في صاجه بالظبط على ورقه زبده بيتشكل وبيتحط في نص الفرن على 180. واول ما يبتدي من ظهر البسكوته ياخد لون غامق شويه نبتدي نرفعه فوق ونهدي النار تحت. بس أوكي. الشوايه ما بتتفتحش ابدا. منى محمد تسلم ايديكي. مرسي. شرفتينا ونورتينا في الستات. نتمنى نشوفك تاني. دومينيك نورتي. ولبنان كلها نورت النهارده مصر. اهلا بيكي. وطبعا الاستاذه اميره بهي الدين نورتينا وشرفتينا. وبتوحشينا دايما. وانتم كمان بتوحشوني جدا. وميرسي ليكم وكل جمهورنا والفريق الاعداد. نشوفكم على خير ان شاء الله. ان شاء الله بكره مفيده هتكون معانا وحلقه جديده والستات اللي ابدا والله العظيم ان شاء الله ان شاء الله ما بيعرفوش يكذبوا. هو الحلفان نفسه كده.